مشاهدين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، لكم التحية والتجلة. مشاهدينا داخل وخارج السودان، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار على نار. نستضيف الداعية المثير للجدل، صاحب الأدوات الحادة والمهاترات مع الصوفية ومع كل الذين يعني يدعوهم لدعوته، دعوة التوحيد. نحن ليس لدينا مانع في دعوة التوحيد، ولكن هذه الدعوة يجب إن هي تكون يعني بأريحية، بنوع من الإحساس الجميل الشفاف. يعني ما ممكن تكون دعوة فيها تشدد وفيها يعني مهاترات ومشاكل. اشتهر بأنه أو لقبوه العلماء بالعصبجي للأسف يعني والمجرحات، تمام، متهم بأنه هو بنفذ أجندة بتاعت دولة. نحن الليلة أكيد حنعرف منه عدد من الجوانب، ولكن هذه الحلقة تناقش موضوع حساس جدا وموضوع هام. أنا أفتكر أنه موضوع مهم. الشيخ مزمل الفقيري اشتهر بأنه هو بكفر الصوفية. كبداية نحن عايزين نعرف أنه هو ليه بكفر الصوفية، ودارين أسباب منطقية، ما دارين أسباب واهية وأسباب يعني تكون غير منطقية. مرحب بك الشيخ مزمل الفقيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا ما بكفر الصوفية مطلقا عموما يعني، وإنما في فرق بيننا نقول يا جماعة القول ده كفر، القول هذا كفر، وفلان القائل هذا كافر. فرق بين دي وفرق بين دي، لأنه عشان تكفر زول معين تقول مثلا عبد الله ده كافر، لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. أول حاجة يكون هو ذاته أتى بأمر كفر، إما قولا وإما عملا، إما بالقول وبالفعل أو بكذا وبكذا كما هو معروف. بعدك تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. من الشروط العلم، من الموانع التي تمنع تكفيره الجهل، من الشروط القصد، من الموانع الخطأ، من الشروط الاختيار، من الموانع الإكراه، من الشروط عدم وجود التأويل، من الموانع وجود التأويل. فالمسألة هي مسألة علمية. فرق بين نقول من دعا غير الله كافر، من دعا الأولياء وترك الله كافر، وفرق بين نقول فلان ابن فلان أو علان كافر. طيب كيف تكفر من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي؟ يعني ده كلام خطير بالمناسبة. ممكن الإنسان يشهد الشهادتين ويبقى مسلم ويصلي ويصوم ويعمل أمر مكفر وتتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع، يكفر تاني يرجع على الكفر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. والعلماء اختلفوا المقصودين بالآية، هل هم ناس أصلا كانوا مؤمنين ولا هم وبعد ذلك كفروا، ولا كانوا منافقين أصلا يصهروا الإسلام ويبطن الكفر بعد ذلك أصهروا الكفر. فعلى كلا القولين دي الناس شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما حقا وإما كذبا، لكن في النهاية أتوا بأمر ربنا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فده الدليل الأول على أن الكفر يأتي بعد الإيمان وبعد الإسلام. كل زول يشهد الشهادتين، شهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويخش الإسلام، ثاني يعمل عمل يمرق برا الإسلام. عشان كده الفقهاء عقدوا أبواب للردة في كتب الفقه، كتب الفقه الإسلامي. الردة دي يعني شنو؟ يعني زول بقى زول مسلم أتى بأمر طلعه ثاني برا الدين. زي ما الوضوء عنده نواقض، كمان الإسلام عنده شنو يا جماعة؟ عنده نواقض، والأدلة كثيرة على كلامنا. طيب شيخ مزمل، أنت يعني السؤال الجوهري اللي بيقودنا، لأنه أنت بتقول الصوفية، يعني دائما إحنا في منابرك وفي كثير من الـ 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 يعني المساحات الإعلامية اللي أنت لقيتها دائما بتهاجم الصوفية، ولكن في حقيقة الأمر إنه الصوفية هم ما كفار ولا يدعوا للشرك، لأنه هؤلاء الصوفية هم يعني
يدعون لله ورسوله. يعني هؤلاء الصوفية هم يعني بيعملوا بما يرضى الله سبحانه وتعالى من كتاب الله سبحانه وتعالى، ويمدحوا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وناس عندهم يعني أضرحة ما شاء الله لتجمع الشباب وتجمع الناس كلهم. ما الغرض منا إن هي يزوروها وكذا ويتبركوا بها كما أنتم كما تقولون؟ ولكن الصوفية عندما يزورون الضرائح وعندما يعملوا الطقوس الدينية البسيطة اللي إحنا كسودانيين تعودنا عليها من إحنا صغار، الغرض من الحاجة دي التقرب إلى الله وليس البعد عن الله وليس الشرك. يعني وين الشرك هنا؟ الشرك والكفر موجود في كتب الصوفية، ونحن في الحلقتين الفاتوا بدأنا في كتاب اسمه الفيضات الربانية في المآسر والأوراد القادرية، ودي الطبعتين تحت الكتاب، دي طبعة ودي الطبعة البعدية، الفيضات الربانية في المآسر والأوراد القادرية. نحن هنشوف، ودي أول طريقة صوفية دخلت السودان. نحن دائما ماشيين طريقة طريقة وكتاب كتاب، لسه ما زلنا في الكتاب ده من الحلقتين الأوائل. هنشوف إنه الصوفية ده بالفعل بيدعوا إلى الكفر والشرك ولا ما بيدعوا الناس إلى الكفر والشرك. في الصفحة رقم 58 قالوا طريق القادرية، قال لي همة بعضها تعلو على الهمم ولي هوى قبل خلق اللوح والقلم. الكلام ده ايه؟ الكلام ده كتبه منه؟ ده كتبه القادرية، كتاب اسمه الفيضات الربانية في المآسر والأوراد القادرية، تأليف الفقير العبد إلى لطف العبد الفقير لطف مولاه الجليل الجيلاني البغدادي السيد الحاج إسماعيل ابن السيد محمد سعيد القادري، وده من أعظم كتب القادرية. لسه خلينا أقرأ لك تقال ده بس. قال ولي حبيب بلا كيف ولا مثل، ولي مقام ولي ربع ولي حرم، حج إلي، اسمع الكلام ده كويس، حج إلي فداري كعبة. قال حج إلي فداري كعبة نصبت وصاحب البيت عندي والحمى حرم. ده إذا ما كفر وشرك. الكفر شنو؟ زول يقول حج لبيته هو الصوفية القادرية، وربنا قال إن أول بيت وضع للناس قاعد وين؟ للذي ببكة، هناك بكة يعني مكة، للذي ببكة مباركة. وقال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك رجالا ويجوا من كل مكان برضو إلى البيت العتيق. أنت كيف عرفت إنه حج إلي؟ الزول ده قال احتمال يكون حج يعني من باب الحجاوي وكذا يعني. قال ودي من اللولوة اللي قاعد تجيبوها أنتم كإعلاميين، ومن اللولوة اللي بيجيبوها الصوفية والأخوان المسلمين عموما وناس الحركة الإسلامية. يقول لك يا أخي يمكن ما قاصد، طيب نشوفه قاصد ولا ما قاصد. قال حجوا إلي فداري كعبة نصبت. أها كعبة دي شنو؟ قال داري أنا بيتي كعبة نصبت، فداري كعبة نصبت، وفي أكعب من ده. قال وصاحب البيت عندي، صاحب الكعبة منه؟ هو الله. قال صاحب البيت الله عندي أنا، وصاحب البيت عندي والحمى حرمي. ده الكفر، ده الكفر عديل واضح. والزول اللي بيقول كلام زي ده كافر ما يعذر بالجهل. يعني الأعذار الموانع بتاع التكفير اللي قلناها قبيل دي ما بتنطبق الجهل ولا عدم القصد ولا غيره على مثل هذا، لأنه ده بيطلق قال بيتي والله ذاته قال قاعد عندي. ده القادرية الصوفية، دي أول طريقة دخلت صوفية إلى السودان. وبعدها يقول لك الصوفية دخلوا الإسلام في السودان، الصوفية دخلوا الشرك يا شيخ. لكن ده ما يلزم، تاني برجع بقول ما يلزم إنه أي زول قال أنا صوفي أو لبس أخضر معناته هو كافر، ما يلزم ولا نحن بنقول كده. لكن بقول ما يدعو إليه الصوفية كفر بواح، وفي شيوخ كبار كفار عديل زي الكلام ده، ده كفر عديل ما فيه خلاف أبدا بين المسلمين. والغريب إنه شوفها بتاعت إنه أنتوا بتكفروا الصوفية اللي أنت طرحتها يا أستاذ حامي، دي قالوها الصوفية بيقولوها والأخوان المسلمين بيقولوها، لكن للأسف الشديد جدا قالوها ناس منتسبين للمنهج السلفي ذاته. زي واحد اسمه نزار هاشم قال من المآخذ علينا نحن مزمل وبكر وشهاب وكذا، قال ديل بيكفروا الصوفية بإطلاق. والآن أنا نفيت لك الكلام ده،
ده كلام كذب. لكن هو عشان ما شغال يرد على الصوفية ويحارب الشركة اللي بنشروا الصوفية قاعد يكذب فينا لأنه إحنا بنحارب الصوفية. الشيخ مزمل يجب أن تعرف حاجة واحدة، إنه أنا محايد، أنا ما مع الصوفية ولا معك أنت ذاتك، لأنه أنا ذات عندي رأي في طريقتك، يعني صراحة أكون معك واضح، يعني أنا عندي رأي أصلا في طريقتك اللي أنت بتدعو بها، وعندي رأي في كثير من عندي مآخذ عليك يعني، تمام؟ أنا شخصي محايد عشان أنت ما تقول إنه أنا مثلا إنه الإعلام ده واقف مع الصوفية ولا كذا ولا كذا، نحن ما واقفين مع أي زول، نحن في نادي دارين الحق يظهر، الحق وليس سوى الحق. أنا أول شيء ما اتهمتك إنك محايد أو ما محايد، لكن أنا أي شبهة بتطرح لي الله علمني ردها برد عليها، ليك أو على غيرك يعني. في صفحة 69 أزيدك، قال: وإن الله تعالى ليس كمثله شيء، فإذا تجلى له في خلوته صورة، تكلم عن دخول الصوفي قبل يبقى شيخ للخلوة، فإذا تجلى له في خلوته صورة وقالت له أنا الله أنا الله، فليقل في جوابها سبحان الله بل أنت بالله، فإنها تنطمس إن كانت للابتلاء، فإن ثبت صح أنه التجلي الإلهي في المظهر الذي لا ينافي التنزيه بليس كمثله شيء، فإنه سبحانه له الإطلاق الحقيقي فلا يقيده الأكوان إذا تجلى فيها. ده بيتكلم على أنه الله عز وجل ممكن يحل في العبد التجلي الإلهي، وده كفر أيضا بالله سبحانه وتعالى. أيضا شوف الكلام ده، بس أنا دايرك تسمعه، في الصفحة رقم 49 القادرية شيخ بيقول: ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. قال يده دي قد بها السماوات السبعة، يد واحدة دي حالتها يا حامد، ما يدين الاثنين. وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي. ده هو قال، ما الله في زول بيعلم الغيب يا جماعة، ويعلم عدد نبات الأرض وعدد الرمل حبات الرمل، يا أخي ده محال يا شيخ. قال: وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي، ولي نشأة في الحب من قبل آدم، وسري سرى في الكون من قبل نشأتي، وسري في العليا بنور محمد، فكنا بسر الله قبل النبوة، ملكت بلاد الله شرقا ومغربا، وإن شئت أفنيت هذا الكلام. أنت ما تقول لي الكلام ده، هذا الكلام شوف. قال: وإن شئت أفنيت الأنام بلحظة. قال: ملكت بلاد الله شرقا ومغربا، ملكت بلاد الله شرقا ومغربا. ربما ربما يعني هناك نوع من التحريف، يعني الكلام ده بدينك بالمناسبة. يديني كيف الكتاب ده؟ الكتاب ده أول حاجة دي الفاتورة من الدار السودانية للكتب يا أستاذ حامد، دي الفاتورة من الدار السودانية للكتب، وده الختم بتاع الدار السودانية للكتب، شفت كيف؟ كذلك الكتاب عنده رقم إيداع، وده الآن تشاهده بالكاميرا، عنده رقم إيداع، والآن موجود في الدار السودانية للكتب. كيف؟ خش لأنه الصوفية قاعدين في السودان، مش الكتاب خش خفية، الصوفية أصلا قاعدين في السودان. ده تشويه للصوفية يا أستاذ، ده تشويه للصوفية. ربما إنه هذا الكتاب تعرض لتزوير وتعرض لأشياء، يعني إحنا ندعو المشاهدين إنه يرجعوا لكتاب الفيوضات الربانية الأصل في الدار السودانية للكتب، عشان إحنا عفوا يا شيخ مزمل، عشان تكون في نوع من المغارنة في القصة دي. يعني الكلام ده كلام عجيب. هو الصوفية ما أنكروا الكتاب، أنت تنكروا كيف؟ أثبتوه، وزعوه، باعوه، واخذوا قروشه وكلوه في بطنهم، وده دين الصوفية. خلي الكتاب محمد المنتصر اللي زيك ده في التلفزيون ما قاعد يقول غير الله بيخلق وغير الله ممكن يتصرف في الكون، ده صوفي. الآن أنت الآن دقيقة، الصوفية الآن بيقول زي شنو يا أستاذ حامد؟ التراب، أنا زمان بقول لهم التراب الآن بقى ما محتاج لوسيغة أو كتاب عشان تدينوا به، لأنه كمونيته كلها برا، الكفريات الفكاة كلها برا. فكذلك الصوفية في مدايحهم، افتح ساعة الكوثر تلقى الكلام ده بيقولوا مديح، بس يعني في موسيقى الناس بترقص ما فاهم حاجة، ده الموضوع. يا شيخ مزمل، أنت الآن تتهم زول علامة، نحن يعني بنشهد له بالعلم وإنسان متدين متفقه في الدين، وقرينا له ونحن إنسان يعني ما سهل. الشيخ الليزيرك رجل يعني عبغري، فأنت الآن بتسيء له وبتوجه له إساءة مباشرة يعني. عبغري يقول غير الله بيخلق،
هل قال الكلام ده؟ يعني انت متاكد انه الكلام ده قال؟ الكلام ده بينك بالمناسبه قالوا في التلفزيون، قال غير الله بيخلق، وقال ممكن، وقال يجوز الناس يقولوا مدد يا شيخ فلان، ينادوا غير الله. فهذا ده شرك يدعو له الرجل ده. فالرجل ده رجل دجال ورجل محتال على المسلمين وعلى الإسلام، فهمت كلامي؟ لكن الإعلام للأسف الشديد، يعني إعلامكم غالبه إلا من رحم الله سخر لنشر الباطل ومحاربة الحق، ولكن الله عز وجل أبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. نحن أصلا دايرين الحقيقة، لكن أنت على خطأ شيخ مزمل، أنت على خطأ في كثير من 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 اتهاماتك لهذا الشيخ الجليل، ونحن حنتطرق للأمر ده في حلقات قادمة أكيد. حلقتنا الآن انتهت، وحقيقة يعني عندنا بعض المآخذ عليك إن شاء الله وبعض الأسئلة الساخنة، نتمنى أنك توسع صدرك في الحلقات القادمة، أنك تجاوبنا عليها بكل صراحة. مشاهدينا الأكارم في كل مكان، حلقتنا من حوار على نار الليلة انتهت، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.